الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيسى صابر مولد مدينة زيوم في سنة 1964، كباقي سكان مدينة زيوم موظف في المكتب الجهوي للاستثمار في داخل زيوم، كباقي شباب زيوم رياضيات والاهتمام بالرياضة والاهتمام بالك. الظروف ديال الانسان اللي كيكون صغير كتعرف مسائل ديال الرياضه ديال الكره زيو، واحد المجموعه ديال الاصدقاء. بعد دازت واحد الفتره ديال 6 شهور او 7 شهور، ترسمت بعد وفاه الوالد ديالي الله يرحمه ويرحمه، الله رجع للمكان ديالو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. خدمت سيدي نقول لك واحد 3 سنوات، من 83 ل 86. في هاد 3 سنوات وقع فيها عدة تحولات بالنسبة لكسيتو، تم ظهرت مجموعة حركة المجاهدين المغرب، تمت اعتقالات وتمت مسائل كثيرة بالنسبة لهاد الجماعة، إلى حدود سنة 85 ظهرت جريمة قتل قرب عدادية زيو. راح ضحيتها ضعيف الحبيب. نعم، راح ضحيتها أحد أعضاء الحركة المجاهدين المغرب. في تلك اللحظة تمت الإجراءات ديال رجال الدرك والبحث والتقصي، من خلال هذا البحث والتقصي أحد حراس الإعدادي قال لهم ودي بان راني سمعت اما اخويا عيسى او بن عيسى ما تقتلنيش، وعلى هذا الاساس تم البحث على اسم كل من اسمه عيسى او بن عيسى. قبل ما ندخلوا في تفاصيل السي عيسى، على يعني من خلال الكلام ديالك، يعني انت قضيت زيو كتعرفوا كطفل يافي كشاب يافي، يعني ممكن نقول يعني تلك الفتره هذيك يعني كانت حياه عاديه، يعني كاب يعني للاسره ديالك، قضيت الحياه ديالك كتخدم على خوتك اللي خلاهم لك الوالد الله يرحمه. كانت المسائل عاديه يعني بعد الوفاه ديال الوالد ديالي رجعت للخدمه المكان ديالو، كانت الامور عاديه. تنقول لك من في 85 اذا سمحت لي السي عيسى، في 85 وقعت جريمه القتل ديال او ضعيف الحبيب. نعم، ديك الفترة دابا عندك شي معلومات قبل الاعتقال ديالك، على حسب ما لدي المعلومات وقعت الجريمة في صيف 1985. نعم، اعتقلت في صيف 1986، يعني سنة بعد الحديث. تقريبا سنة. أنت كنت كتعرف القضية قبل ديك الاعتقال ديالك؟ نعم، كباقي سكان مدينة زايد. قضية في يعني في عمومية. عمومية ترى وزعوا مناشير وكسيتو إسلاميين كباقي فهمت، كباقي سكان مدينة زايد، المسألة فيها حركة جهادية ظهرت زي لأول مرة بهذاك الشكل، فرقت منشورات تشكل أبناء مدينة زيو هنا، يعني كان واحد النسبة كبيرة كانت عندها نواف، كانت بركان في الحسيمة في طنجة، كان عدة أعضاء، ولكن بالنسبة كنهضر الأعضاء ديالها اللي نزايو، بدات ديك الحركة ديال توزيع المناشير، بدات واحد كيما تنقولوا رواج بالنسبة لديك الحركة، ديك الحركة في زيو. نعم، وفي 1986 في الصيف بالضبط تم إلقاء القبض عليك. ظروف ديال إلقاء القبض عليك، واش أنت القضية يعني نهار ما كانت سميتك عيسى، ما خفتش أنهم غادي يجيو عندك الاعتبار أنه كاع عيسى تداوهم؟ ما جاش فاش وقعت الجريمة ديال القتل في 85 في الصيف 85، من بعد ما صرح الشاهد ديال اللي ساكن في الإعدادية بأنه إما عيسى أو عيسى ما تقتلنيش. تما بدا البحث غير على التركيز على عيسى. انت ما كنتش خايف ان على حسب الاسم ديالك انهم غادي يجيو عندك؟ لانه واحد المساله كانت كتقولها لي الوالده مسكينه، المساله تذكرتها، كانت كتقولها لي الوالده، كتقول لي ودي دابا انت اليوم كدوروا على عيسى، انت سميتك عيسى، مع حنا كنا كنسافروا مع الفريق ديال الزايو، سافروا نمشيو للتوريك، نمشيو للكرسيف، نمشيو للجراده، نمشيو للعبه الكره. كتقول لي ربما يتلاقاوك ولا نمشي للناظور ولا شي، يقول لي ربما راه يفتشوا ولا كارطه شي حاجه يلقاوك عيسى غادي يعتقد. نعم، ديال والدنا الحمد لله من الانسان ما داير حتى شي حاجه علاش غادي يخاف؟ عيسى راه شدوا عيسى، بعض شي اصدقاء كنعرفوهم شدوهم لقوهم، لا ما لقاو حتى شي حاجه لقوهم، ولا راه المساله عاديه ما فيها حتى شي حاجه. كيفاش تم الاعتقال ديالك؟ يعني الظروف ديال الاعتقال ديالك، وشكون كان السبب في الاعتقال ديالك، وشكون يعني ما انا جيت لهذ المساله ديال الظروف الاعتقال ديالي. نعم، قلت لك من 85 ل 86 كانت واحد البحث في هذه المساله ديال عيسى. الى حدود 86
واحد الشخص كان خدام معايا في مكتب الجهه والسكن الفلاحي، كان عامل موقات. هذاك الشخص مشى عند رجال الدار قال لهم ودي عيسى اللي تيخدم الفلاحه راه مع هذوك الناس اللي قتلوا هذاك السيد. يعني ويشال واه قال لهم راني شفتو مع هذوك الناس اللي قتلوا هذاك السيد. وعلى هذاك الاساس تم استدعاء رجال الدار. اللي هاد تم اعتقال كاين وشايه فيما بعد غادي تبين غادي نجيو عاد في الموضوع ان الوشايه كانت كاذبه اعتبار ان القاتل الحقيقي لا لانه هو كان تبين. هو كان عنده هدف من اقحام الاسم ديالي في المساله تصفيه حسابات شخصيه لا راك لا تصفيه حساب هو كان عنده انه راه غادي ربما يتوظف او ياخذ الكريمه او شي مهل مقابل لانه هو فعلا توظف لانه ديك اللحظه لا لا ما توظفش ولكن من بعد طردوه من العمل فهمت هو من ابناء مدينه زاير لا زال حيا يرزق لا زال حيا يرزق وساكن بمدينه زاير نعم. طبعا يعني قضيه يعني عارف يعني كانت وشايه هي اللي خلات يعني عيسى صابر يقحم في السجون ومد لك كل هذه المده 21 سنه نقول لك هو هذا الشخص كان عنده هدف من هذا لانه يعني الهدف هو يعني احتلال مكان صحه ديالك في الوظيفه العموميه في المركز الجهوي في الوقيته فاش كان عيسى ودا داود العيسى في زاير وكانت واحد الضجه عيسى من عيسى اللي سميتو عيسى انت كتعرف الاعتقالات هذيك هو قال اذا عيسى ما تعطلوش هذه هي الفرصه ديالي باش انني غادي نستافد من غادي نستافد من هذا غادي نمشي اصلا بس كيفاش جات ظروف الاعتقال؟ واش هجموا عليك للدار ولا شدوك في شي بلاصه ولا كيفاش كانت ظروف الاعتقال؟ كيفاش المساله ديال الاعتقال ديالي انا كنت كما كسائر الايام كان في الصباح ديال الخدام وصلت 12 ديال النهار لانه عندنا واحد نص ساعه ديال الراحه اللي قال تقدا فيها عيسى بعد سيدي انا طلعت هزيت واحد الموتور على واحد الصديق ديالي طلعت للدار ديك الحوت وصلت للدار من بعد ما رجعت للعمل اصدقاء ديالي اللي في العمل قالوا لي دابا رجال الدار جاو كيسولوا فيك قال لك خصك تجي لعندنا انا مباشره ما قالوا لي الاصدقاء ديالي قلت نمشي نشوف علاش هاد الناس سولوا فيا مشيت لعندهم وصلت للمكتب ديالهم لقيت تما واحد واحد الجندار قلت له ودي انا هو عيسى صابر اللي جبت سولت عليه كنت مجاوب السطر في العين قال لي جلس جلست حتى يجي قال لي جلس حتى يجي لا جوداني قول لك انتظرت واحد نصف ساعة تقريبا من بعد ما جا لا جوداني ربما ما 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 شفتش الحركة ولكن ربما دار شي حركة ولا شي حاجة مباشرة الله دار لي المينوت هبطوني المسألة في الكراج هنا معروفة الكراج ما سألوني لا شكون لا علاش